وأنت أيضا أيتها المشتاقة المستبشرة، إذا أردت أن تكوني من أهل الجنان فاسمعي بعضا من صفات نسائها. قال صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بنسائكم من أهل الجنة؟ الودود، الولود، العؤود، التي إذا ظلمت قالت لزوجها: هذه يدي في يدك، لا أذوق غمضا ولا أنام حتى ترضى. وقال أيضا مبشرا الصادقات القانتات المطيعات: إن المرأة إذا صلت خمسها وصامت شهرها وحصنت فرجها وأطاعت زوجها دخلت من أي أبواب الجنة شاءت. فماذا تريدين؟ فماذا تريدين؟ بل اسمعي هذا الخبر العجيب من الرسول الحبيب. قالت عائشة رضي الله عنها: جاءتني امرأة معها جاريتان أو ابنتان تسألان حاجة، فلم أجد عندي غير تمرة واحدة فأعطيتها إياها، وبدل أن تأكلها قسمتها بين ابنتيها ثم قامت وخرجت. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته عائشة بخبرها مع ابنتيها وأخبرته بفعلها، فقال: إن الله قد تعجب من فعلها، وإن الله أوجب لها بها الجنة. إن الله